السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسم التعادل السلبي الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين ونظيره الإيفواريا، وتلعب المواجهة التي تندرج لحساب دور الربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بملعب نيلسون مانديلا ببراقية. وعرف شوط أول تعرض حساب الخضر أليكسيس جندوز للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 20، وهو الطرد الذي أثار حفيظة الحارس ألكسندر جندوز وعبر عن غضبه بهذه الطريقة. بينما انفجرت ملعب نيلسون مانديلا ببرق بهتافات وصيحات الجماهير للتعبير عن غضبهم بالهتاف باسم قاسم لعدة ثواني، وبسبب هذا الطرد قام الناخب الوطني المحلي بإخراج متوسط الميدان أحمد جندوزية وإقحام الحارس الثاني فريد شعال، بينما طرد لاعب المنتخب الإيفواري بالبطاقة الحمراء المباشرة أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 34. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.